السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم برغيفات اللي كيجيو زوينين بزاف، عامرين بلي زيبيناغ والجبن، كيجيو زوينين ولذاد بزاف. غادي نحتاجو العجين، عندي زلافه ديال الفينو، واللي ما عندهاش الفينو تقدر دير غير الفورس. وعندي جوج زلايف ديال الفورس، ديما الكونتيتي ديال الفورس كتكون كبر من الكميه ديال الفينو. الا درنا زلافه ديال الفينو غنديروا جوج زلايف ديال الفورس، والا درنا نص زلافه غنديروا زلافه. دونك ديما الفينو كنديروا نص ديال الكميه ديال الفورس. وعندي معلقه ديال الملحه، نص خماره ديال الحلوه، وعندي سكر سنيده والماء. انا دفيتو درتو دافي شويه. هانتوما غادي نجمع النواشف هما الاولين كيف ما كتشوفوا. سهله بزاف. انا غادي نجمع النواشف وغادي نزيد الماء تنجمع العجين. غادي نعجن عجين عادي، من الاحسن انها تكون خفيفه باش ما تعذبناش. غنديروها خفيفه شويه وغادي ندلكوها. ندلكوها واحد 5 ديال الدقائق. فوالا نجمع العجين ديالي. هانتوما كيف ما شفتوا انا دلكتها مزيان، صافي بركه عليا. غنزيد ندير زبيتي في يديا ونحاول نغطيه كامله بزبيته. هانتوما نقولو بها في الفيلم اليمونتيغ ونخليها تفتح لو طون لي صاوب الحشوه. دابا غادي نوريكم الحشوه. الحشوه عندي هنايا لي زيبينار كونجلي كيف ما كتشوفوا. ديجا كان عندي كونجلي، عندي بصله كبيره مشلضه، عندي هنايا معلقه ديال الملحه ونص معلقه ديال الابزار. وغادي نستعمل الزبده باش غادي نشحر البصله ولي زيبينار. اللي ما عندهاش زبده تقدر دير غير زيت المائده. وعندي الزعتر كذلك، اللي ما عندهاش تقدر ما ديروش. وعندي هنايا نص ربعه ديال الجبن، نص ربعه هي 125 غرام اكزاكتومون. دونك نص ربعه ديال الجبن، ولا عندكم كثر ديرو، عندكم قل ديرو على حساب الكونتيتي اللي عندكم ديجا. وغادي نبداو بطريقه التحضير. كما كتشوفوا هي الزبده، غادي نزيد هذيك الملحه والابزار صافي، وغادي نشحرها. غادي نخلي هذيك البصله ولي زيبيناغ يتشحروا، والعجين ديالي راه ارتحت معايا. دونك غادي نحيدها من الفيلم اليمونتيغ باش حتى هذوك الكبرات اللي غادي نشكل من بعد يرتاحوا لو طون اللي تبرد ليا الحشوه. دونك كيف ما كتشوفوا انا راه جاتني كونتيتي، جاني بزاف. تقدروا ديروا نتوما غير النص كيف ما قلت، ولا حساب داكشي اللي بغيتو. انا غندير بزايد حيت ما بغيتش اشاك فوا نبقى ندير. غادي نخليهم في الكونجيلاتور. دونك غادي نبدا تقطع. بالنسبه للرغيف تقدروا ديروا رغيفات صغار كما تقدروا ديروا رغيفات مويان او لا كبارين على حساب داكشي نتوما اللي باغيين. فوالا وغادي نبدا نقطع العجين ديالي. بالنسبه للتوراق انا غنستعمل غير زيت المائده، وغادي نطيب بالزبده. دونك الزبده ما غنستعملهاش في التوراق، غنستعمل غير زيت المائده. ها هما انا قطعتهم مويان، وغادي نبدا نشكلهم كويرات كيف ما كتشوفوا. دونك غادي نشكل العجين ديالي كامل كويرات لو طون لي باش يرتاحوا مزيان. فوالا هي الكويره الاولى. هانتوما ها هي الحشوه طابت. هنا غنزيد عليها جبن، ما زدتوش عليها وهي فوق البوطه. هانتوما نحاول نخلط كلشي. هاد الحشوه هادي كتجي ألذ من رائعه، دونك خاصكم تجربوها. غادي نخلط كلشي. وصافي وغادي نبدا نعمر. ها هي وجده معايا، غادي نبدا نعمر دابا. ودابا غادي كيف ما كتشوفوا انا ديجا ورقتها. هانتوما رققتها مزيان،
دونك على حساب نتوما وشنو من الاحسن انها تولخ مزيان من الجناب. هاد الكره الاولى تقطعت لي حيت ما صبرتش عليها بزاف، كان خصهم يزيدوا يرتاحوا. انا دابا ما عنديش الوقت، نتوما ملي يكون عندكم الوقت خليهم يزيدوا يرتاحوا وصافي. وغادي نعمرها بلي زيبينار كيف ما كتشوفوا والجبن، وغادي نشكلها على شكل رغيفة هانتوما وصافي. وغادي نكمل حتى نساليهم ونبدا الطياب. وصافي انا بديت الطياب دجا، هيا الرغيفة الاولى. دونك كيف ما قلت لكم غادي نطيبها بالزبدة، نفسو كنحطها كنعاود نقلبها فوالا باش ندير الزبدة. شتو راه بدات كتنفخ شويه، هذيك الخماره هي اللي كتورقهم، مستخماره عفوا، درت غير مستخماره. فوالا كيف ما كتشوفوها هي بدات كتنفخ هانتوما، كيجيو مورقين غزالين. وغادي نكمل الطياب. وهما الرغيفات ديالي واجدين، كيجيو رائعين، بنان، مرقين، كيف ما كتشوفوا زوينين. كنتمنى انكم تجربوهم وانكم دعموني. بالنسبه للناس اللي كيشاهدوا القناه ديالي لاول مره يتابوناو معايا فضلا وليس امرا. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم بالنسبه لي ديجا، الناس اللي ديجا مابونين معايا. وكنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع العائله ديالكم، وما تنساوش لي لايك. وشكرا بزاف مرة أخرى، وشهية طيبة وبصحة فطوركم. وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله.